ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذاعۃ القرآن الکریم من جمہوریت مصر العربیہ. آج کی شروعات بہترین تلاوت کلام پاک کے ساتھ. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم معجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا رحمة الله صدق الله العظيم وصدق رسوله إن الله يغفر الذنوب جميعا اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم وزين أخلاقنا بالقرآن الحكيم وأنيبوا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن الكريم وزين أخلاقنا بالقرآن الحكيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.